مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل النهارده الحواوشي المصري. عندنا كيلو لحمه مفرومه وفيها نسبه 20% دسم. عندنا هنا حوالي كيلو الا ربع بصل مفروم، فلفل حراق، فلفل رومي، ملح وفلفل اسود، جوز الطيب، وبهارات لحمه، بهارات حواوشي، والسبع بهارات. بس ده الحواوشي المصري، والعيش ده طبعا بيتعمل مخصوص في الفرن ونص سوا. يلا بينا نعمل احلى حواوشي مصري. نجيب اللحمه، هننزل عليها بالبصل بتاعنا، الحواوشي يحب البصل الكتير. هننزل بقى بالفلفل الرومي، فلفل الحراق، هننزل بقى بالسبع بهارات، بهارات الحواوشي والملح والفلفل وجوز الطيب، ونقلب كله مع بعضه، نعجنهم كويس يا جماعه. ويفضل بعد العجنه دي يقعدوا في التلاجة ساعه ساعتين يريحوا، واللحمه تشرب من كل الحاجات اللي احنا حطيناها، البصل والفلفل والبهارات بقى، عشان الحواوشي يبقى ايه، حرش وزي الفل ويعجب الاكيله ويدلع الكرش. صح كده، عملنا كل قرع على قد الرغيف، جبنا العيش النص سوا، وهنفرد بقى ايه الحواوشي بتاعنا جوه العيش ونضغط عليه. بس كده مية مية. نبتدي بقى ايه، نعمل الكمية كلها. العيش مش مستوي، عشان ما يخش الفرن يستوي مع اللحمة ما يتحرقش ويبقى طعمه وحش، فما بيبقى نص سوا بيبقى حلو، بيبقى طالع الرغيف مية مية. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. جبت بقى ورق زبدة في صاج الفرن، ورحت دهن سمنة بقى، سمنة بلدي، على ورق الزبدة، وابتدي ارص الحواوشي بتاعي. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ندهن بقى ايه سمنة بلدي تاني على الوش، وندخلهم الفرن على درجة حرارة 220 بالظبط. هياخدوا 20 دقيقة، وبعد كده نقلب 10 دقايق. شكرا، الحواوشي استوى. وفي طريقة تانية عطسها على البوتاجاز بتبقى خطيرة طبعا، زي الجريل في المحلات، بس أنا بحب أشويه في الفرن. دخلت الفرن أهو، هياخد 20 دقيقة، وبعد كده رحت قلبته أهو، هياخد 10 دقايق على الوش التاني. شكرا، الحواوشي بتاعي استوى، وده بعد ما طلع من الفرن وقطعناه. حاجة يا جماعة فظيعة وريحة فوق الوصف، أكلة حرشة وبيتي ونظيفة، وعارفين مصدر اللحمة إيه، وفي حواوشي بره بيتعمل من غير لحمة أصلا، فما نعمل حاجة في البيت على إيدينا بتبقى مضمونة، وعارفين إحنا بناكل إيه. بالهنا والشفا، يا رب الوصفة تعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. سلام، أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.